وش الهرج اللي دار بينك وبين يوم؟ ولا شيء يمه، كلام ما منه فايدة. ما منه فايدة؟ شلون ما منه فايدة والفايدة كلها بمنعتي عنده؟ يمه، أنت ما تعرف أمك؟ أنا أفكر وخطط ودوزن كلامي، واللي يسمعني يظن إن كلامي مهم وإيش أسوي له؟ ليلى يمه ما صدق. تدرين؟ ما علمتيني الصح ترى ما أكمل معاك الدرب. مزين يمه، قوم قوم روح يمه، قوم ونعودوا يمه وقيدوك ما كون هلج لخلصك. قوم ليه ما رحت؟ روح. هو خوف منهم يمه، غير ما اقدر اتركك بروحك. بعد خلنا نكمل المسيرة. قوم يمه قوم. يلا يلا يمه. يا حكيم طمن، عسى حالته زينة. الأمل بالله مير عاد، أشوف إنه لازم يتعافى بساعة. الجرح طفى على السطح، ما هو عميق، والرصاصة طلعناها، والرجل جسمه قوي ويتحمل، وإن شاء الله يصحى بأي وقت. الله يطمن بالك، الحمد لله. الله يبشرك وليسر خاطرك. أي والله. هو أنا اللي ترفضني الحريم يا نعمة؟ إن ما خليت موت أبوك أهون مصايبك، ما أكون رمح. وأنت يا حبيبة مود أوصيك دياج تخوفيها وبس، ما تلدغيها، اللدغة خليها على رمح. حلقات جديدة يومياً على فيو بتوقيتك.